وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل عن علاج المرأة عند الرجل، عند الطبيب يعني. لابد أن نعلم أن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تعالج عند الرجل، أو لا يجوز للمرأة أن تعالج رجلا، ولا يجوز للرجل أن يعالج امرأة إلا عند الضرورة. قال الشيخ باز رحمه الله في فتاوى عاجلة لمنسوب الصحة، قال: الواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى، إذا ولد مرض في الرجال ليس له طبيب الرجل، فهذا لا بأس به. والله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. انتهى كلامه. ولذلك لا يجوز للرجل أن يذهب للطبيب للعلاج في وجود طبيب رجل، والحاجة لا تدعو إلى ذلك. وأن يعالج الرجل امرأة، فإذا عدم وجود المرأة يجوز، فإذا عدم وجود المرأة الطبيبة يجوز. وعلى الإنسان أن يذهب بزوجه وبمحرمه للمرأة، وإن علم وجود المرأة هنا يذهب إلى طبيب رجل. روى الطبراني في المعجم الكبير والروياني في مسنده عن معقل بن يسار قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وجود الشيخ الألباني هذا الحديث بإسناده في سلسلة صحيحة. ورواه أيضا ابن أبي شيبة: لأن يعمد أحدكم المخط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأس امرأة ليست مني ذات محرم. وهذا عند ابن أبي شيبة موقوف، وفيه ترهيب شديد لمس المرأة الأجنبية، وأن الرجل لو طعن في رأسه مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قال المناوي في قوله: خير له أن يمس امرأة لا تحل له، أي لا يحل له نكاحها. وإذا كان هذا في مجرد المس فبالك فيما فوقه. وقال الألباني: في الحديث وعيد شديد لمس امرأة لا تحل له. انتهى من سلسلة الأحاديث الصحيحة. أيضا الأصل أن مس المرأة الأجنبية لا يجوز، لأنه من أسباب الفتنة وثوران الشهوات والوقوع في الحرام. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعف الناس نفسا وأطهرهم قلبا، لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط، لا في بيعة ولا في غيرها. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.